بين فاء ونون بدأ مخاض الحلم. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وليد بعمر وردة يتضور جوعاً للوطن. فلسطين حارسة الحقيقة. صحيفة فلسطين. مؤسسة إعلامية فلسطينية للانتماء عربية التوجه، صدرت في 3 مايو 2007 وتوزع في أرجاء الوطن المحتل. نسعى لنشر الوعي بالقضية الفلسطينية، ونطمح لأن نكون جسراً بين مختلف الآراء والتوجهات، انطلاقاً من نهج وطني معتدل وديمقراطي لسياستنا التحريرية. أهدافنا: نعمل على ترسيخ القضية الفلسطينية عربياً ودولياً، ممثلة في الأسرى والمسرى، الأرض واللاجئين. نعزز الوحدة الوطنية بين مختلف ألوان الطيف الفلسطيني. نطمح للوصول إلى درجة العالمية في التغطية والأداء. عدد موظفي الصحيفة: يعمل لدينا في الصحيفة 91 موظف، منهم 77 موظف و14 موظفة من مختلف التخصصات. وتوزع الصحيفة يومياً قرابة 5000 عدد. تبويب الصفحات: شؤون محلية، آراء، حوارات، مال وأعمال، عربي ودولي، أسرة ومجتمع، رياضة. ملاحق الصحيفة التي وزعت 9 وهي كالآتي: ملحق كشكول، ملحق يوم البيئة العالمي، ملحق الحرب على غزة، الملحق الاقتصادي، ملحق في الميدان، ملحق الأسرى، ملحق الثانوية العامة، ملحق شهر رمضان، ملحق كأس العالم. كيفية الوصول إلينا؟ شراء النسخة المطبوعة من موزعينا، الاشتراك الشهري عبر موقعنا على الإنترنت فلسطين أونلاين، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر موقع يوتيوب، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية جوجل بلاي.